السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أريكم طريقة التعديل على القالب ليصبح أكثر جاذبية. أول شيء نقوم بالذهاب هنا والتوجه إلى المظهر، ثم قوائم بهذا الشكل. نقوم بتسمية قائمة مثلا هنا هوم بهذا الشكل، ونقوم ب ضغط هنا وإنشاء قائمة. أول شيء نقوم بإضافة التصنيفات هنا، نذهب هنا إلى التصنيفات ثم إظهار الكل. نختار مثلا 4 تصنيفات ونقوم بإضافتهم هنا إلى القائمة. يمكننا التعديل على الترتيب بهذا الشكل. أيضا سوف نقوم بالضغط على روابط مخصصة، وهنا نقوم بكتابة لوكال بيج. بهذا الشكل. وهنا في الرابط نقوم بكتابة هاشتاج ثم أضيف للقائمة. أيضا نذهب هنا إلى الصفحات، إظهار الكل، ونختار الصفحات المهمة وأضيف للقائمة كما تلاحظون. نأتي هنا ونقوم بالتعديل عليهم بهذا الشكل. الأفضل أن نترك هذه الأولى وهذه الثانية كما تلاحظون، ونضغط على حفظ. نقوم بتحديث الصفحة بهذا الشكل كما تلاحظون، أصبحت بشكل احترافي. التصنيفات هنا مثلا تكنولوجي بيتكوين بيزنس، وهنا لوكال بيج، قائمة منسدلة للصفحات القانونية، بريفسي بوليسي مثلا هنا، وترمس اوف اس بهذا الشكل، وباوت اس، وكونتاكت اس. كما تلاحظون يعني قمنا بتعديل هنا على القائمة. هنا نقوم مثلا بالتعديل على القالب يصبح بأكثر احترافية. نقوم بالذهاب هنا إلى تخصيص، وهنا يمكننا التلاعب به مثلا هنا تحديد شعار. تقوم برفع شعار إذا كان لديك مثلا أي شعار، تقوم بإضافته هنا. هنا تقوم باختيار أيقونة للموقع تظهر هنا، هنا الشكل العام مثلا هنا الهيدر. تقوم بتكبير الخط إذا أردت أو تصغيره مثلما تريد. هنا الألوان إذا أردت تغيير على الألوان مثلا الشريط العلوي. نذهب إلى القائمة العلوية بهذا الشكل. الآن نقوم بالتعديل عليها، نجعلها باللون الأزرق بهذا الشكل. وعند الضغط عليها تصبح باللون الأسود بهذا الشكل. أيضا إذا أردت التعديل على القائمة ها هي الصب مينو بهذا الشكل. يمكنك التعديل في الألوان مثل ما تريد، هناك خيارات عديدة في القالب. أنا سوف أتركها بهذا الشكل. الضغط على النشر ثم نقوم بالرجوع هنا. شكل الخطوط إذا أردت التغيير تضغط على Add Font، إضافة فونت، وهنا تختار أي الفونت تريده. أيضا لصورة الخلفية أنا لا أنصح بها، هذه لا تهم. يعني هنا تقوم بالتعديل على كل شيء. مثلا هنا الشريط الجانبي
إذا أردت أن أنزح مثلا هنا، هذه تقوم بضغط عليها هنا وإزالة المكون بهذا الشكل، يعني تستطيع إزالته. حذف، أنا لا أريد حذفها، سأتركها كما هي. هنا الكاتيجوري تقوم بالتعديل عليها. هنا إذا أردت التعديل عليها، يعني كل شيء سهل وبسيط في هذا القالب، وهو قالب احترافي. مثلا هنا المقالة تظهر بشكل احترافي، يعني قالب سهل وبسيط ومن أفضل قوالب الووردبريس التي أنصح بها. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح السهل. إذا